ولا انا قلت شي حاجه خارج السياق انا كنطلب من هاد السيده تمشي تدعيني، خليني نعاود قصتي اللي خلاتني نمشي نغبر على المغاربه هاد العام، حتى شي واحد ما عارف انا هاد الخمس سنين كيدوزها. لا شنو ديرك؟ انا تضغطت بزاف وعمري ما قلت هادشي لشي واحد. تلاقينا وجلسنا انا وياها وبدات كتعطيني مجموعه ديال المعلومات على الحياه الشخصيه ديال عدد المسؤولين كبار في الدوله، على السياسي المنصوري وعلى الحموشي، وما نقدرش نقول لك لين وصلات تتدهشرت، واستمروا في الاستيطان، واستمروا في محاوله استفزاز الفلسطينيين وضم الاحياء ديالهم واخلاء الاحياء ديالهم والتقتيل اليوم والمجزره. واش مازال بوريطه غيدير يدو في قمه النقاب مع يد نتنياهو ولا يجي واحد من المسؤولين تما؟ زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقه الحواريه بعد سنه من الغياب. احداث غزه تخرج ميسى سلامه الناجي الى الاضواء. مع ميسى نلامس اوضاع في غزه، نناقش مع ميسى التطبيع وعدد من القضايا الاخرى. ميسى مرحبا بك. شكرا سي حميد، مرحبا بك حتى انت، وشكرا على بزاف، شكرا على فتحتي لي هذه الفرصه نرجع عندك وانا داكشي اللي بغيت. غير واحد التوضيح مزيان باش بدايه هذه الحلقه، وهذه مزيانه نقولها للجمهور الكريم، هو انه هذا الحوار جاء بطلب منك. طبعا يعني انت اللي طلبتي على ان حيت كان وقع واحد سوء فهم، ما غاديش ندخلوا فيه بيناتنا عادي، لأساسي كان وقع واحد سوء فهم ديالنا وبيناتنا، وماشي هو مهم دابا اللي ناقشوا لنا ياخذ حيز زمني. واحسن حاجه في هذا سوء الفهم اننا تنبينوا على احترامنا لبعضياتنا وما تنخرجوش بعضياتنا للتشهير. واخا حيت الا ما درناش هكا ميسا مع داك الشيء غيقول لك هذوك كتعرفي عقليه كل واحد كيفاش غيفسر. هذا دليل على ان قلوبنا ما فيهاش الحقد، كاين الخوت. الحمد لله. كنختلفوا وكنرجعوا لنا. اذا غير هذه مهمه ناكدوا عليها، وانك انت طلبتي. وانا ملي اتصلت بك السي حميد لقيت واحد الترحيب ما كنتش متوقع. ما كاين مشكل، احنا كي دايره لاله ميسا لاباس عليك، فين غبتي وحشناك شي زاد سعدني. الله يحفظك ميسا. حيت ميسا علاش قلت هاد الامور؟ هي مهمه باش حتى النقاش ياخذ المجرى ديالو، لحقاش حنا عندنا واحد المشكل، الناس كاين عقليه ديال المؤامره، شنو باش كيخطوا هذه وحده واش جوج لا جوج وخصني انا مزيان كنبغي الناس، بعض الناس كاين اللي فاهمينها، وانا صحفي، والصحفي هو واحد الكائن اللي كيفتح صدره للجميع، جميع الروايات. طبعا انا ما كندافع حتى على شي واحد، يعني ضروري باش نفتح نجي ويحمان، جي ميسا، جي يجي اي واحد بغى عنده راي. لان البعض كيقول علاش جبتي فلان علاش ما جبتيش، لا ما عندهمش الحق. واخا نبدا معك سؤال، نبغي نشوفوا الناس دابا ميسا كيتبعتي الاحداث، كيف كتقرا احداث غزه والهجوم ديال حماس تطور دابا، شي قراءه بالنسبه لميسا لهادشي؟ انا كيف ما قلت لك السي حميد بطلب مني انا جيت، لان من بعد سنه ديال الغياب بسبب بعض الضغوطات اللي غادي نكشفها في هذا الحوار واللي وقعت لي وخلتني نبعد على الساحه الاعلاميه وخلتني نراجع افكاري وخلتني نوجد لواحد الحركه سياسيه كنوجد ليها، ودرت ان تينك تانك مركز بحث، من بعد عام خرجت لي لوتوريزاسيون عاد مؤخرا، سميتو مركز التفكير المغاربه الجدد، وكنت مازال ما بغيتش نخرج حتى لجونفي 2024، يعني بدايه العام الجاي هو فين قررت غادي نخرج. ولكن صراحه هذا الشيء اللي شفت ماشي فقط الاحداث ديال غزه، لانني في الاخر قلت غادي نخرج ونتضامن مع اهل غزه، والتضامن ديالي زايد ناقص شنو غادي يزيد، ولكن اكثر من هذا التطبيع ديال بلادنا مع اسرائيل، وهذه الفضيحه ديال استمرار التطبيع، هذه هي النقطه الاولى اللي بغيت نهضر عليها لانه خصو يتوقف وغنقول علاش. وثاني نقطه بغيت نهضر عليها هي اسقاط الحرب اللي كاينه في الشرق الاوسط، والحرب اللي كاينه بين اسرائيل والفلسطينيين على بلادنا المغرب من طرف شي مدسوسين او مدسوسه ديال الصهاينه، دخلت لينا هنايا واحد الحرب بيناتنا حنا المغاربه. هاد جوج ديال النقاط اللي بغيت نكشف عليهم في هاد الحلقه، وتنشكرك جزيل الشكر على رحابه صدرك واللي فتحتي لي هاد المجال فين نهضر. واخا نبداو بعدا بغزه، قراءتك لغزه الان، واش نبداو انا نطرح لك سؤال مباشر. هذا سؤال تردد في عدد من الاوساط وكاين قراءات مختلفه، ما هذا الشيء دارت المقاومه يوم 7 اكتوبر، انت بالنسبه لك واش بإعاز من ايران؟ هذه واحد. جوج، واش بشكل يعني داخلي ديال المقاومه ما فيه لا ايران ولا والو، واش استدرجت المقاومه لهذه العمليه هذه او لا المقاومه قامت بعمليه نوعيه ولا هذا اليوم اثار ايجابيه؟ الا سمحتي واخا نقدر نرجع معاك شي شويه قبل من هذا الشيء، نهضر على التطبيع ديال المغرب وغندخل معاك في هذا الشيء ديال المقاومه. بغيت نقول حنا اولا كنا مجموعه ديال المغاربه ضد التوقيت فين المغرب طبع وفي الملك قرر انه يدير التطبيع. علاش؟ لان الملك قرر انه يوقع الاتفاق الثلاثي ملي كان ترامب ديجا خسر في الانتخابات ديال 2020 وديجا غيمشي بحاله،
واعترف لينا بمغربيه الصحراء في واحد ثلاثه ديال التويتات ديال التدوينات على تويتر اللي في الاخير الحساب ديالو توقف، واللي كان في وسط من واحد الفضيحه دارها ترامب ملي شي اتباع ديالو لا عقلتي دخلوا للكونغرس لابسين داك اللباس ديال الفايكينغ، واتهموا الامريكيين بزعزعه الاستقرار ديال الولايات المتحده الامريكيه وبزعزعه المسار الديمقراطي، وغيطلعوا الديمقراطيين غتطلع الاداره ديال بايدن اللي هي في الحقيقه الاداره ديال اوباما، وحنا كنعرفوا الاداره ديال اوباما ضد المغرب وضد شمال افريقيا والشرق الاوسط، واوباما ما دار غير ثوره الربيع العربي وقسم السودان وكان غينوضها في المغرب، وعمره ما عاوننا في الوحده الترابيه. وعرفنا راسنا انهم اللي غيطلعوا لديموقراط غيديروا لنا ستاتوس كو، وفعلا داكشي اللي داروا ملي طلعوا ما اعترفوا بمغربيه الصحراء، ما فتحوا قنصليه في الداخله، تيقول لك حنا غير موافقين على بنود الاتفاق الثلاثي. ولكن ملي الملك قرر انه يطبع وسنا وقع في حكومه العثماني حكومه الاسلاميين، كلنا خرجنا دعمناه، ما يمكنناش نقولوا له عوم بحرك جري طوالك اذهب وربك قاتل انها هنا قاعدون، ما يمكنناش حيت هو ماشي يطبع على شي مصلحه شخصيه، شاف مصلحه البلاد. اخطا ام اصاب كيبقى ملكنا وبلادنا، وانا وانت وبنكيران خرجنا كندافعوا، وتنقولوا كاين في هذا التطبيع بنود حقن الدماء ديال الفلسطينيين، بمعنى ان في التوقيع اللي وقع المغرب في التطبيع كان واحد الشرط هو وقف الاستيطان، وقف الدم، وقف تقتيل الحرب، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. متفقين؟ هادوك الناس لا يوفون بالعهود، ما وقفوش الاستيطان، ما وقفوش الدم، بقاو كيقتلوا الفلسطينيين بشكل يومي، عندهم روتين يومي ديال القتل وديال الاغتصاب وديال الاعتقال وديال الاختطاف وديال الاستفزاز، استفزاز الناس في القدس المصلين. الفلسطينيين عايشين في سجن بين مدينه ومدينه وبين حي وحي، كاين حواجز اسرائيليه، حواجز تفتيش، كيفتشوا النساء، كيفتشوا الاطفال بشكل يومي، وحنا استمرينا في التطبيع، التطبيع الامني، التطبيع العسكري، التطبيع ديال البزنس، التطبيع من جميع انواعه. والفلسطينيين كيشوفوا بان البنود اللي حنا سنينا عليها واللي الدول العربيه وقعات عليها لا تنفذ، نتنياهو كيزيد وترامب بفمه قالها ملي طبعت الامارات هي الاولى وترامب كان مازال في الرئاسه، قال لك هو تفاجأ من الخسه ديال نتنياهو، ترامب قالها حرفيا، قال لك هو كان كيسحب له الاسرائيليين باغيين الهدنه والفلسطينيين والعرب اللي ما باغيينش، وكيتفاجأ بان العرب باغيين الهدنه والسلام والاسرائيليين اللي ما باغيينش، والاستفزازات مستمره وحنا مستمرين في التطبيع، والفلسطينيين كيشوفوا بان القضيه ديالهم تؤد وتدفن، والقتل اليومي فهمتيني والاعتقالات اليوميه، وشكون دابا غادي يطبع؟ السعوديه. يعني قبله المسلمين اللي فيها المقدس الاول اللي هو الكعبه الشريفه، يعني حسوا الفلسطينيين بان قضيتهم ضاعت وصفيت وانتهت. ديك الساعات ملي غادي ينوضوا حماس يضربوا بإيعاز من ايران بسبب استفزاز والتصعيد، لانهم بغاو يردوا القضيه الفلسطينيه في ملف دولي كلشي كيهضر عليه، باش يوقفوا التطبيع ديال السعوديه بسبب الاستفزاز اللي كيديروا الاسرائيليين في الضفه الغربيه وكيخليوا الاحياء بغض النظر على السبب. واش حنا جالسين في بلادنا امنين ومطمئنين من حقنا اننا نحكمهم؟ فهمتي الكونسيبت شنو هو؟ انا ما تيهمنيش السبب، الناس كيموتوا بشكل يومي، والحيلة ديال الإعلام الدولي والأوروبي. أنا رعيت لي قناة أوروبي أوفا ماشي أوروبية، هي ناطقة بالعربية ولكن أجنبية ديما كندوز فيها، وتقدروا المغاربة تعرفوها، وبغاوني نهضر من الداخل بشرط أن أول سؤال كيطرحوا عليك شنو رأيك شنو وقع في 7 أكتوبر، إدانة ما وقع وإدانة حماس ووصفوها بالإرهابية، عاد يبداو معاك النقاش. ما معنى هذا؟ توجيه. معنى بغاو يردوا 7 اكتوبر 2023 بدايه شيء ما. وكان الامور كانت طبيعيه. اسرائيل جالسين في امان الله وحفظه، ما كاين لا حرب، تيقول لك ميوزيك فيستيفال، كانوا في واحد المهرجان الموسيقي، ولبيبي والجدات وكلشي بخير وعلى خير، وحماس زعما مسطيه وناضت وهي الضرب وقامت بعمليه ارهابيه، وكيبغيو يعطيو تصور دولي بان لاكت الفعل ديال حماس واسرائيل تاخذ مشروعيه دوليه لردات الفعل. ولكن الحقيقه الفعل ديال من؟ 6
60 عام ديال الاستعمار و70 عام ديال الاستعمار الاسرائيلي، وكل ما يقوم به الفلسطينيون هو ردة الفعل. ما يمكنش يمسحوا التاريخ، ما يمكنش تجبرني على انني نمسح 70 عام ديال الاستعمار وتقول لي غتبدا من 7 اكتوبر، لا غنبدا من 6 اكتوبر، لا غنبدا من هذه 70 عام. فكل ما تقوم به حماس رد فعل. ما نقدرش نقول طبيعي، هما في حرب مستمرة 70 عام. حرب المفتوحة. أنا كجالسة في بلادي آمنة مطمئنة، نقدر أدين قتل المدنيين من كل جهات. نقدر نغضب القتل المدنيين في إسرائيل ونقول مساكن هادوك غير مسالمين، واحد الجيل خلقوا القراصو تما وعلاش يتقتل. ونقدر أدين قتل المدنيين في فلسطين، ولكن الحقيقة هي أن ما عنديش الحق نحكم ونقول علاش المقاومة إرهاب، وأنا ما عايشاش مع ناس في التعذيب اليومي، في القتل الممنهج، في تطهير عرقي. واليوم أخذت إسرائيل شرعية دولية بعد 7 أكتوبر تمارس الإبادة الجماعية للفلسطينيين والتهجير، بغت تديهم لسيناء الناس ديال غزة والناس ديال الضفة الغربية، بغت تديهم للأردن، وبغت نهي القضية الفلسطينية بأي حق. بأي حق؟ أنا مع من خصني نتضامن؟ يمكنش إنسان ما غاديش يتضامن مع الفلسطينيين. الوحيدين جوج ديال الفئات فقط ما غيتضامنوش مع الفلسطينيين. إلا كنتي صهيوني تؤمن بأنك شعب الله المختار والباقي مجرد عباد درجة ثانية يجوز فيهم التقتيل باش انت تاخذ الدولة العظمى من الفرات إلى النيل، وكتسنى الوعد ديالك وأرض الميعاد. إما انت صهيوني وإما حيوان كتآمن بقانون الغاب وبالغلبة للأقوى، والقوي يغلب الضعيف وغادي مع الرابحة وهما اللي رابحين. ميساء، في إطار هذا الشيء اللي تفضلتوا به، كيف تعليقكم على خرجت أصوات مثلا طاهر بن جلون وصف حماس بأنهم حيوانات، وشعار ديال كلنا إسرائيليون ديالك الزميل ديالنا أحمد الشرعي قال كلنا إسرائيليون، في ديال هذا التوصيف اللي درت؟ إلا تسمح لي نخلي هذا الشيء وغادي نهضر عليه في النقطة الثانية، فين هضرت على واحد المدسوسة اللي باغت قلب النقاش انا غادي نهضر عليها، ولكن بغيت نكمل على التطبيع الى سمحتي لي. هذا الوصف اللي وصفتي حيت انا الى دخلت في هذه الهضره الصوره بهذا القتامه وبهاد يعني الفظاعه ديال غادي نقول انا موقف لا اتفق معه، وغادي نرجع لهذه الهضره من بعد. ولكن انا هنا غنقول لك لا اتفق مع هذا الشيء لهذا الحد، وانا غنشرح لك علاش الى سمحتي. لا تفضلي مرحبا. انا غادي نكمل غير الفكره ديالي ديال التطبيع. الله يعطيك الخير السي المهداوي، ملي وقعنا حنايا على داك الاتفاق الثلاثي وقعنا على هادشي اللي كنشوفوا اليوم، واش كان في البنود ديال الاتفاق المجازر اللي كتوقع اليوم الفلسطينيين؟ وقعنا على حقن الدماء، وقعنا على انهاء الاستيطان، وقعنا على انهاء الضم. لا، وكان بلاغ واضح ديال الدول الملكي بان القضيه الفلسطينيه حقوقها محفوظه. واذا اليوم حنا مازالين في هاد التطبيع وتنشوفوا قدامنا مجزره تصفيه وطمع في أراضي الجوار، وكما قالها القذافي الله يرحمه راه ما غاديش يتوقفوا عند مصر والأردن وسوريا ولبنان، راه غتبان لهم في شمال إفريقيا وما غيرتاحوا حتى يدوزوا الفتنة اللي عندهم عندنا حنا المغرب والجزائر وتونس. شمال إفريقيا لا، قلبولة نووية اليوم وزير مسؤول قالك غير ما قلبولة نووية راه هما بعدوه، ولكن هذاك الشيء كله الشو ديالهم، هذاك تهديد واضح وصريح. فاليوم بما أن التقتيل والتصفية العرقية والتطهير اللي كنشوفوا للشعب الفلسطيني ما كانش بوند الاتفاق وخلاو بالعهد، فالاتفاق ما بقاش وارد، ما بقاش وارد. دابا خاصك تسالي اسمح لي، احنا واش غنديروا يدينا في يد هاد جراء هاد مجرمي الحرب؟ يعني انا بديت كنقول انا ساكته، انا سكت 10 شهور وما عولت نخرج حتى جونفي 2024. هذيك هذاك هو بغيت نوجد راسي 15 عام وانا في مواقع التواصل الاجتماعي وكان عليا واحد الضغط، انا غنشرح لك شنو هو وعييت ورجعت. ولكن في واحد المرحله معينه قلت ميسا سكت شرعا حرام وقانونا جرم واخلاقيا خيانه. الى انا شفت هذا الشيء وما خرجتش هضرت ولو الصوت ديالي يزيد ولا ينقص، ولكن فيما يتعلق بالمغرب غادي يزيد. انا تنقول التطبيع خصو يسالي اليوم، ولكن عندنا ضره كرامه وسياده في هذه البلاد خصنا ننهيو التطبيع. ولكن راه ساله
لا سمح لي لا البحرين هي اللي وقفاته. أما إحنا غير رجعنا المكتب ليهم قال لك بحكم كاينه حرب وخافوا على السلامه ديالهم هنا في المغرب لان في الشارع المغربي نايضه، ولكن ما علناش على وقف التطبيع. لا واش بالضروره انا ماشي كنوب على الدوله، لان طبعا انت كتسولني انا كنسول وما عنديش معطيات على الدوله، ولكن الامانه زعما كمتتبع حنا ما عندناش مثلا سفير مثلا تما نقولوا اجا، ما عندناش مثلا سفير هنا غنقولوا سير بحال كيما البحرين كيما الاردن، ولكن واقعيا عندنا مكتب اتصال الناس مشاو بحالاتهم. واش بطريقه عندنا علاقات واش المغرب دار طريقه؟ لا انا كنقعد بحال القرارات ديال الاردن وديال ديال سوريا، يعني المغرب واش بالضروره الموقف على الموقف؟ يقدر يكون بطريقه ذكيه قطيعه تقنيه في افق مزيان مزيان. حتى انا واقعيا المغرب لا باش حتى انا واقعيا عارفه بان ملي طبعنا جراو بزاف ديال لي بزنسمان ودخلوا تما الاسرائيليين باغيين يستثمروا هنايا في الكيف، وداروا تعاون على كيفيه تحويل الكيف الى مواد طبيه ومواد جميل، وما يقدروش يجيو يحبسوا هذا الشيء. إذا سمحتي لي دابا حتى الأردن ولا البحرين السفير مشى تسحب، ولكن واش العلاقات الاقتصاديه دابا في الاردن وفي البحرين؟ شنو السؤال دابا اللي ماشي في لا انا بغيت نقول لك لا واش ممكنش نقولوا المغرب دابا الان على انه ما كاينش يعني كاين قطيعه تقنيه، يعني ملي مشى المكتب ما كايناش قطيعه ولا خاص كاين غير تاجيل، ولا خاص المغرب يجيب المكتب اللي كاين تما يستدعيه. اه خاص اعلان رسمي. شوف حيت ثلاثه الحاجات اللي تتعلنوا رسميا الخطاب الملكي وبلاغات الديوان الملكيه وخطاب نصر بوريطه الخارجيه. واش كيبان لك بالضروره ان المغرب يعلن رسميا؟ اه لا سياسيا اه نعم انا هذا هو الموقف ديالي اليوم قدام هادشي اللي كنشوفو. خاص يخرج الديوان الملكي يقول انا ساليت مع هاد الناس. ماشي كاع ساليت مع هاد الناس، هاد الناس قدام هادشي اللي كيديروا في غزه وقدام خلافهم بالوعود اللي سنين وقعنا عليها في الاتفاق الثلاثي، وقف الاستيطان، وقف التطبيع، وقف الضم ديال المستوطنات وديال الاحياء ديال الفلسطينيين، حقن الدماء، خلاو بهاد العهود واستمروا في الاستيطان، واستمروا في محاولة استفزاز الفلسطينيين وضم الأحياء ديالهم وإخلاء الأحياء ديالهم والتقتيل اليوم والمجزرة. واش مازال بوريطة غيدير يدو في قمة النقاب مع يد نتنياهو ولا يجي واحد من المسؤولين تما؟ هذا تساؤل، هذا تساؤل. أنا كنقول غير واش المغرب يقدر يكون عبر على هذا الشيء بطرق للسياسة؟ أنا بغض النظر على المغرب سماح للتظاهرات مثلا في المغرب. أنا بغض النظر التظاهرات كتخرج التظاهرات ماشي شي حاجة رسمية، التظاهرات شي حاجة تتبقى ولكن تحت رعاية السلطات. غير سمح لي يا سي بحال اللي خرج السي احمد الشرعي هضر قال كلنا اسرائيل، بحال اللي خرج العدل والاحسان كتقول كلنا فلسطين. وانا غادي نجيك لهاد الهضره وغادي نشرحها بالتفصيل الممل، والدوله دير اللي بغات. انا هذا غير راي شخصي، انا هذا غير موقف ما يسى سلام المجيء الذي سيحسب علي. بعد الدوله كدير اللي بغات بس. ولكن باش ندوزو النقطه الثانيه وباش نهضروا على هاد الناس اللي خرجوا قلتي ضد اسرائيل، انا كما قلت لك مع انهاء التطبيع ببلاغ رسمي انا شخصيا، لان ما نقدرش انا نتحمل نديروا يدنا في يد مجرمي الحرب. وفي المقابل ما نسمحش لان الحرب اللي وقعت تما تنتقل لبلادي بطريقه غير مباشره عبر شي مدسوسه صهيونيه. اسمح لي سي مهداوي جبتيها عندك؟ شكون؟ لا شوف ارجوك وما تقلقيش مني. لا ابدا كتعرفي قواعد المهنه يكون ضيف انا اتحمل مسؤوليه كل ما ساقول. لا كاين حتى مسؤوليه ديالي هذا الموقع وخا مسؤوليه من ناحيه لا يكون شخص هنا حاضر طرف اخر بيناتكم يغيب الطرف لا ناقشوا الافكار افكار ديال الشخص وكذا. لا انا جاي نهضر السي حامي. لا مرحبا انا ما قلتلكش ما تهضريش، ولكن غايب يعني نحافظوا الناس كرامتهم وناقشوا. انا جاي نهضر السي حامي. انا ما قلتلكش ما تهضريش، كاين فرق. خليني نهضر وخليني نقول اللي عندي ووقفني الا شفتيني قلت شي حاجه خارج غير الادله مثلا اي حاجه وبالع... لا عندي أفكار. عندي هضره غادي نقولها السي حامد واتحمل مسؤوليتها. حيت انت ما جبتكش شي واحد عندي هنا مثلا. لا ودابا انا جيت عندك باش نهضر. لا مرحبا بك. نمشي لا غير قواعد المهنه مثلا تيكون شي واحد جبدك عندك حق الرد. انا جبدني كاين جبتني هنا عندي انا. لا ماشي عندك. وشنو دابا غنديروا؟ وانا ما جبتكش واحد عندي ولا شنو غندخل في هذا؟ لا ناقشوا افكار مزيان. دابا النقاش غادي مزيان يا ميسا. انا التحليل اللي درتي انا ما زعما انا عندي شي هضره بغيت نقولها، بغيت تصنت ليها تصنت. ما بغيتيش تجري عليا قول لي راسي بدون جبتي عندك قد... واحد السيده هنايا سميتها شامه درشول. علاش عادي جات هضرات انا بغيت نناقش. اوكي هي ناقشي افكارها. هاد السيده الا سمحتي غير خليني نهضر ونتحمل مسؤوليتي. واخا سي حميد هو غير الا كان معايا شي ضيف اخر
مثلا جبد ميسا غنديروا نفس العمليه. دابا شنو بغيتيني ندير نهضر ولا شنو؟ كناقشوا حنا كنهضروا. لا ما لا جات عندك واحد السيده هنا سميتها شاما درشوي. هاد السيده انا كنعرفها من 2017 عادي هادشي كيتقال والناس كيجيو يعاودوا القصص ديالهم. انا غادي نعاود قصه وقعت ليا. هاد السيده ما كنتش كنعرفها، تلاقيتها في برنامج ميدي ان تي في في الاخر 2016، عيطوا ليا هضروا على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت تما وخدات المرسي ديال التليفون. في نهايه 2017 اتصلت بيا وتلاقينا في قهوه في اكدال، انا كنت ساكنه في اكدال في الرباط في اولي حدا اوليفيري، تلاقينا وجلسنا انا وياها وبدات كتعطيني مجموعه ديال المعلومات على الحياه الشخصيه ديال عدد المسؤولين كبار في الدوله، على السياسي المنصوري وعلى الحموشي، وما نقدرش نقول لك لين وصلات تدهشرت. يعني غنكتشف من بعد ان هذه الطرق اللي هي كتستعمل كتدهشرك بواحد العدد ديال المعلومات باش من بعد كتطلب لك السيفي ديالك. لان انا تدهشرت وقلت لها انت مع من خدامه باش كتعرفي هادشي كله، ضحكات ومن بعد غادي تتصل بيا باش نمشي لاسرائيل. هادشي عادي حتى لهنا ما شهرت حتى شي واحد كنعاود قصه حياتي. ملي ما بغيتش ورفضت، انا راه ماشي غنحيد الحجاب، انا استغفرت الله من الحد وما نمشيش لاسرائيل. منين ما بغيتش وبلوكيتها وما بقيتش بغيت نهضر معاها، وسولت صحفيين وسولت سياسيين كلشي كيعرفها. كانت خدامه مع الاماراتيين، خدات 800 مليون بها شرات واحد البرطمه ديالها. شنو الدليل؟ اه دابا خليني نهضر، ولا انا قلت شي حاجه خارج السياق انا كنطلب من هاد السيده تمشي تدعيني. خليني نعاود قصتي اللي خلاتني نمشي نغبر على المغاربه هاد العام، وكلشي كيسول ميسا شنو هما الضغوطات اللي وقعوا ليك. ما يعطيك السر، غير خليني نهضر الا ما عندكش مشكل. لا غير ادله عاوتاني، ماشي غير الكلام اطلاق. لا كلام، لا اخويا جات هي تلقات كلام على عواهيني وقالت لك كاين واحد المجموعه ديال الصهاينه في المغرب كيحاربوا اماره المؤمنين، كاع ما طلبتيها بالدليل. شنو الدليل تقول لها؟ وخليني نهضر نعاود قصتي. انا قصتي كيفاش غادي ندير نجيب عليها الدليل؟ كون كان عندي الدليل كون دعيتها السي حميد. أعطيني ما يعطيك السر، كون كان عندي الدليل وكان كان في التحرميه، كان عندي انا دوك التحرميه ديال سنسجل عباد الله وكان كارد لي ميساج، كون راه مشيت للوكيل الملك دعيتها. انا عييت ونتصل بالسيد ناصر بوريطه وزير الخارجيه باش نشكي ليه، هذه 3 سنين وهو يشهد عليا واخرج يقول ما يساعد شي تقول صحيح ولا ماشي صحيح. السيد ناصر بوريطة انا 3 سنين ولا 4 سنين وانا كنتصل به تقول له بغيت نشوفك بغيت نشكي لك شنو واقع ليا، راني ما لقيت لما نشكي. علاش بوريطة اختاريتي؟ هو اللي تنعرف كبير مسؤول عندي النمره ديالو، ما تنعرفش انا ما عنديش دي كونتاكت. هو انا ويا كيفاش شنو هي هادشي الخارجيه وحده باغا تديك لاسرائيل؟ اه داكور، وهي زعما كتطلب من الكعبه ما تحبش. خليني نكمل ومن بعد سولني نوطي وما تقطعنيش، لان هادشي تضغطت بزاف حتى مشيت بحال عام وحتى شي واحد ما فاهم علاش انا مشيت. نقولك على كلمه وكمل لو سمحتي. اه وجيت باش مرحبا بك عفاك إيه. وخلي لا نوت ديالك وسولني. المشكل نعطيك غير مثال واقعه بسيطه جدا. قطعتيني ودابا قطعتي لي داك داك الانرجي اللي عندي ما خصنيش نكمل. الله يرحمه احمد ويحمان جا عندي لهنايا قال هضره على الزفزافي والموساد الاسرائيلي، خرج بوه من بعد كيقول تيقول لي المهداوي انت صحفي جا السيد تيقول عليه علاش ما سولتيش؟ عطي حق الرد للسي سميتو، عطي حق الرد. وتولي مسؤوليتي انا كصحفي. يا الله ما مسؤوليتي، انت محاور، انت محاور، المحاور ما عندوش مسؤوليه، انت محاور. ادله حيت راه كيبقى الضرر. ودابا هو دابا ما هضرتش كاع من الصباح وانت تقطعني، قلت لك هذا الشيء اللي عندي نقول ولا نسكت؟ لا ما يسخرش الضرر، ما وحدهش جوج نقول او نسكت. قولي انا بغيت صافي خليني نعاود نقول واحد المعلومه مهمه. لا ما يمكنش، راه دوزنا بزاف ديال الوقت في هاد لابارتي هادي. ادله ما عنديش، بغيتيني نهضر نعاود قصتي ولا نمشي بحالي؟ دابا خصها ما تعصبوش. دابا انا تنقول لك غنعاود قصتي وهي تمشي تدعيني. صافي انت مخلي المسؤوليه ديالك، انت محاور، انت كتسولني وانا كنعاود. وهي ما بغاتش تدعيك؟ ايوا شغل هذاك. ودابا خليني نعاود ولا غنمشي؟ عندك جوج الاختيارات. واخا تفضلي يا ميسا. حيت انا ما نقدرش نقول لك سيري. هاد السيده هادي كانت كتدي خدمات مع الامارات وبن كيران كيعرفها. بن كيران كيعرف كاع الناس اللي داو فلوس الاماراتيين في الوقت اللي كانوا كيتضربوا الاسلاميين في 2016، والمخزن اللي هي تتقول لك تدافع على اماره المؤمنين وكتدافع على الملكيه من الصهاينه المغرب، الملك محمد السادس دافع على الاسلاميين من التدخل الاماراتي في المغرب ومنها ومن امثالها. فهمتي الفكره؟ الملك محمد السادس رفض تدخل الاماراتيين في المغرب وحامى
على الاسلاميين في 2016 انتخابات 2016 ملي كان بن كيران. انا في 2003 كنت باقا صغيره ما كنت كنعرف والو. خلينا نكمل الله يرحمك الوالدين. في 2016 انتخابات ديال 2016 ملي طلع ملي كان غيعاود يطلع بن كيران كانوا الاماراتيين تدخلوا من الربيع العربي باش يمنعوا صعود الاسلاميين. هما تدخلوا باش طيحوا مرسي في مصر، تدخلوا باش يحيدوا الاخوان من تونس، بغاو تدخلوا باش يحيدوا الاخوان لا يطلعوا في ليبيا، وكانوا عوالين يتدخلوا في المغرب. ومع العلاقه ديال القرابه الاسريه والعائليه وديال الصداقه اللي بين الملك وامراء الامارات، ومنع وقعت ازمه دبلوماسيه بين المغرب والامارات بسبب حمايه الملك محمد السادس لاسلاميي المغرب وللمسار الديمقراطي والانتخابات المغربيه، ورفض ان فلوس الامارات تخدموا في انتخابات 2016. ويعني الملك حمى المغرب منها ومن امثالها، وبن كيران عارف بصح ما خلاوش بن كيران يطلع وداروا له البلوكاج، ولكن العداله والتنميه بقاو حتى الانتخابات مؤخرا. من بعد منين الاماراتيين عرفوا بانها هي غير بروباغانديست، غير كتكذب وما عندها حتى شي تاثير على الراي العام المغربي، ودات الفلوس ولا بغات تدعيني تمشي تدعيني، مشات خدمات مع اسرائيل ولات الدور ديالها وسميتها عند الموساد الاسرائيلي شاكو تعيطوا ليها باسم حركي، وجات عندي الله يخليك حيت انا تظلمت وكليت الدق وكليت العصا، وخمس سنين وانا كناكل العصا وكنشوف السيده خارجه كتدافع على فلسطين وما فهمت والو. المخ ديالي وقف، بديت كنقول واش حنا في هذوك السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق؟ واش حنا في هذوك السنوات الخداعات اللي صهيونيه عامله الموساد خارجه كتدافع على فلسطين؟ انا هاد السيده هادي اللي تنشوف انا ولينا في هاد السنوات الخداعات اللي عميله ديال الموساد جاي كتدافع على فلسطين وكتقول لا حول ولا قوه الا بالله حيت فقدات صفقه. انا كليت فيها الدق حميد، حتى شي واحد ما عارف انا هاد الخمس سنين كيدوزها. لا شنو دير انا تضغطت بزاف وعمري ما قلت هادشي لشي واحد. ملي ما بغيتش نمشي معاها وبلوكيتها ما بقيتش كنجاوبها، تنشوف الدق كيجيني من كل طريق، كنشوف هذاك التحفه اللي انا ما تنعرفش انا غنسمي وانت ابرئك من كل شيء. لا خرجوه، جبدني بالاسم وتيقول هذيك كنعرفها انا، فين كنعرفو انا؟ ما تنعرفوش، ما عمري ما جبدتو، ما عمري ما هضرت عليه، ماشي مستوايا، ماشي نفس المواضيع اللي كنناقش. هو كيناقش دنيا باطمه وحمزه مون بيبي وداكشي، وما عمري عرفتو قبل ما يهضر عليا حتى نصيفطو ليه الفيديو ديالو في واتساب. صافي خلينا واخا كمل. لا نكمل، لان هي اللي دارت هادشي، هي اللي سولتيني شنو دارت لك. انا ماشي ضد، انا غير داك اللي غتجبديهم خصو حتى هما حق الرد، وخصو خلينا نهضرو الدور، راهم تيعرفو الدور البلطاجيه وكيعرفو يردو على راسهم. خرجاتو وخلصاتو وخرج تيقول هذيك بيسا مصاحبه مع فؤاد علي الهيمه، مصاحبه مع الشرعي، عيطت تدور عند عباد الله وتقول لهم عيطت ليا ميسه، وهي كانت كتبغي الشرعي وكتبغي الهمه ومجندها الحموشي ومجندها العنيقري، وتتشوه ليا السمعه ديالي بواحد الطريقه ديال القتل المعنوي والتشهير والترهيب. هذيك هي لا ميثود ديالها حميد، هذيك لا ميثود ديالها، هذيك هي الطريقه باش مدربينها الموساد وباش هي خدامه، وجات دارتها عندك في هذا البرنامج، دخلات ودهشرت عباد الله بالمعلومات اللي محفظينها. واش كاين شي حد هو خبير في القوى الناعمه؟ واش هادي واش عباد الله هادي خبره هادي تتكال؟ عمركم في حياتكم الصحفيين المغاربه اللي كيكتبوا كان ناطق بالعربيه والفرنكوفونيين والوزراء والبرلمانيين ومستشاري الملك وكبار خدام الدوله والامنيين، عمركم في الحياه سمعتوا شي حد خبير في الخدمات العسكريه القوى الناعمه؟ حتى شنو هادشي هذا؟ وخبيره في الزبور والتلمود والانجيل والتوراه، وخبيره في العقليه الاسرائيليه وفك شيفارات الراي العام الاسرائيلي، وخبيره قاريه في جامعه سيدنا سليمان مع الجن الغواص. حتى في القريه هذه شمن ديبلوم عندها؟ عندها شركه لا كومونيكاسيون كتبزنس بها على عباد الله، واللي ما بغاش يمشي معاه لاسرائيل وما بغاش يتجند كدير ليه القتل المعنوي. من بعد ما جات عندك دارت معاك لا ميثود اللي دارت ليا انا، دهشرت المغاربه بالمعلومات ومشات لاباج ديال هاد الفيسبوك وقالت للمغاربه انا غادي نجندكم حرفيا، غندرب شنو سمات طير الابابيل،
صيفطوا لي السفيات ديالكم وغنجندكم على التضليل الاعلامي حرفيا كتبها نواغ سوغ بلان في لاباج ديال الفيسبوك. هادشي انا ما جبتوش من راسي مكتوب، دخلوا البروفيل ديالها تقراو. مور ما جات عندك ودحشرات الناس ودخلوا عندها كيقولوا لها برافو عليك كتحاربي الصهاينه، قالت لهم صيفطوا لي السفيات ديالكم نجندكم التضليل الاعلامي مدربينها انك الا مشيتيش معاها لاسرائيل تتقتلك معنويا بالتشهير. ومخرجه ليا واحد اخر تيقول ميسا مجندها العنيقري. شكون هو العنيقري؟ انا ما عرفتوش. حتى بديت كنسول الزملاء ديالي تنقول لهم شكون هو، قالوا لي هو اللي قبل الحموشي. قلت لهم انا ملي بديت كنكتب كنعرف غير الحموشي، ما تنعرفش انا شكون كان قبل منه. علاش ما قالتش جندها الحموشي؟ خافت منه، فهمتي كيفاش؟ يعني خفتي تلصقيني ليه ويقول لك كيفاش انا ميسا ما تنعرفها ما تتعرفني، لصقتيني في شي واحد قبل منه مات. يعني خمس سنين سي حميد، علاش انا جيت عندك اليوم؟ انا كان ممكن ندير فيديو ديالي ونخرج لاباج ديالي الفيسبوك ونهضر، ولكن لان انا عرفت غادي السؤال غير يسولوا البعض. مثلا هاد السيده دارت الحوار عندنا مثلا هادي شي 15 يوم، لا انت ولا بعض الاخوه اللي خرجوا كيعطاكيو. لا ما عطاكيتهاش. لا علاش دابا بالضبط؟ لان 15 يوم علاش في الاول اذا كان موقف منها هذا خرج الفيديو ولا غدا ولا بعده؟ علاش تسنيتي؟ انا ما نساهمش حتى الفيديو ديالها خدا مشاهدات. لا انا بديت كنعيط للناس اللي كنعرف نخرج عندهم حوار. راه عيطت لرمضاني وعيطت ليك وما بقيت كنقلب على النمر ديال التليفون. لا ماشي خاف، قال لي غادي يسحبهم انت معانا في المجموعه لانه هما هي محاربه معاه. سي عند رمضاني غيبان غادي يسحبوا معانا، وهي داكشي اللي ديما لصقات انني انا خدامه مع الهمه وخدامه مع الشرع وخدامه مع الحموشي. قالوا لك المهداوي افضل. لا ما قالوا لي والو، انا ما قلتلهمش غنجي عندك. ما قلتليش انا غنجي برمضاني ولا لا؟ ما بديتش برمضاني، بديت بواحد الشخص ما نقدرش نقول لك في شي قناه. شنو قال لك؟ قال لي ما قال لي والو، قالت يقول لي مرحبا غتعطوني واحد الموعد. قال لي مرحبا غير وكان انا خفت عليك ميسا لان انا مضارب معاها وغايقول انت معنا في المجموعه، وهي داكشي اللي بغات تلصق. يوم ديما بغات تلصقني ليهم وبغات تلصقني للمخابرات وبغات تلصقني فلان. هو راس الغريب هو اللي غادي ابدا. انت حبيبي وصاحبي وخويا وغير عيطت لك وحنا مدابزين وقلتي لي اهلا اختي ميسا كي دايره لاباس. قلت شتي الحقد ما كاينش في القلب انا وياك، دابزنا عمرنا ما شهرنا ببعضياتنا. شوف خليني نكمل لان ما كملتش. الضغط اللي كدير على الانسان انها كتبقى تشهر به تشهر. اش نقول لك واحد الحاجه، هذاك التحفه اللي عطاتو الفلوس وقالت له خرج قول على ميسا ماضيها اسود ومصاحبه مع ليهم ومصاحبه، ما قالش على راسو. علاش؟ شكون عطا الفلوس؟ هي ما قالت تمشي دعيني. ولا كتقيسي دابا دعيني ولا تقيسي؟ ما قالش. نقول لك ما سولهاش علاش. نعطيك سؤال اخر دابا واخا نسولها. ما قالش سؤال اخر. ما سولوش هادوك الناس اللي كيدخلوا عندي تيقولوا لي جندك العنيقري انت مع الهمه انت مع الشرعي، ما تيتسالوش علاش ميسا كيضربوها هاد الضرب. شنو دارت؟ ما قبلوش اخي ميسا. والله ما قبلوش. ما حدث عليا. والله ما قبلوش. ما عمرش حدث عليا. لا انا علاش دابا انت رغم ما احنا دابا باش تعرفي سي الصدر انا ما قبلش شي واحد يقيس كميسا. نقولها لك وخاصك ملي يدير لك هكاك وتقتلك معنويا ويتكجكجوا عليك الناس جوج حاجات. اما كتمشي بحالك بحال اللي درت كسر عليا الضغط وعييت ومشيت بحالي القتل المعنوي، اما كتعيط لها في التليفون كتقول لها لا اش بغيتي عندي، تقول لك يلاه. هذاك هو لا ميثود ديالها. انا تنقول للناس اللي صيفطوا لها السيفيات ديالكم ردوا البال الله يخليكم، سيروا تبعوا داك الايميل اللي صيفطوا لها فيه السيفي بايميل قولوا نتراجع عن استعمال معلوماتنا الشخصيه وبيعها. السيده كتخلص بالشيكل وعندها اسم حركي في اسرائيل سميتها تشاكو. شكون كيقول هادشي؟ هو انا مشيت قلبت وبحت على راسي ونقول لك علاش عمري ما خرجت قلت هاد الهضره قبل، لان الناس ما كانوش كيعرفوها. بقيت كنقول ميسا غتخرجي وغتقول لي المغاربه انا راني عليا الضغط، غيقولوا لك من نقول لهم واحد السيده سميتها شاما درشول مع اسرائيل، وغيقولوا لي اش اختي اش كتخربقي علينا شكون هذه وهي ما معروفاش كاع حتى حد ما كيعرفها. سبحان الله العظيم خرجت راسها براسها من الجحر. هي جات وتبانت وقالت ليهم انا كنت مع ديفيد كوفرين وانا اللي جبته. هي اللي كانت مع ديفيد كوفرين، هي اللي ضربت على الصفقه انه تجي وتدير لي التواصلات. خصو ديري راه مصوره معاه وراه الشركه شاده بالشيكل شاده الفلوس. هي اللي جات دارت ليه التواصل. اختي انت ملي عرفاهم كيضربوا امارات المؤمنين وملي عرفاهم ضد امارات المؤمنين علاش مشيتي كتجي اختي الصفقه الوحيده ديال التطبيع وادخال التطبيع للمغاربه؟ ونزيدك حاجه اخرى، من مور ما جات عندك البرنامج ياك هي الفدائيه ديال الشيخ ياسين الله يرحمه بزاف عليها، مشات كتبات بانها ضد التطبيع ديالاش ديال البزنس
وكن هي مع التطبيع الامني العسكري، حيت ما تقدرش تقول من غير داكشي حيت معاهم. شنو هي التطبيع الامني العسكري؟ يعني حنا بقاو متعاونين عسكريا مع اسرائيل، يعني حنا اللي كنقتلوا خوتنا في غزه. انت شنو هادشي؟ انت شنو هاد التلاعب بالعقول؟ وشنو هي الضربه اللي دارت عبر المورال عندك السي حميد اللي جيت نفضح وانا كاع الى الجحيم؟ يلا انا كليت الدق ومشيت بحال تي عام ومسول فيه حد، ولكن هي شنو جات تستمرر وشنو جيت انا نفضح؟ حقا وحقيقه انها دوزات الانتباه ديال المغاربه من اننا كلنا نتضامنوا مع خوتنا الفلسطينيين ضد العدوان الصهيوني. لاياش وليتي كضرب انت رمضاني والخارجين المغاربه هزين الشعارات ضد الشرعي، والشرعي خدام مع المخزن. انا نقول لك واحد الحاجه، لا يعطيك السر سمح لي، غادي نعطي واحد النقطه جد جد مهمه لا كغير ديالي لهاد ميسه سلامه الناجي اللي كتشوف اخويا كتلصقوني انا مع الشرعي ومع المخابرات. انا كمدونه ما عندي لا علاقات، لا كنسافر لا كنمشي لا كنجي لا عندي انشطه. انا عندي حاجه وحده، صفحه الفيسبوك. الا كتلصقوني انا مع المجموعه ديال الشرعي ومع المخابرات، فاش غيستافدوا مني؟ حاجه وحده، انني نروج لافكارهم. انا عمرني روجت الافكار ديال الشرعي، انا اختلفت مع الشرعي في كل الحملات الانتخابيه، لان المجموعه ديال الشرعي كانت ضد الاسلاميين وهي مجموعه حداثيه وتقدميه وباغيين حقوق المراه وباغيين الحريات الفرديه، وكنعرفوا التوجه ديالهم وحاربوا الاسلاميين. ولكن انا كنت ضد القاسم الانتخابي، كنت ضد مسيره ولد زروال. انا ما تنحملش الاسلاميين وتنتقدهم علاش داكشي اللي دار بن كيران في الشعب، على الملفات اللي مرر ضد الطبقه المتوسطه وضد العمال والشغيله وضد الفقراء، ولكن عمرني ما قبلت ان يتم اسقاطه عبر مسيره ولد زروال، عبر الياس العماري. كنت كنسمي هما تنقول لهم تجار الدين، والياس العماري تنقول ليه تجار الحشيش. ملي خرج الرمضاني وخرج دافقير وخرجت المجموعه ديال الشرعي تطالب بعدم باننا ما نديروش الانتخابات ديال 2021، قال لك بسبب كورونا، والملك اختار وزراء تكنوقراط وسموها حكومه وحده وطنيه. نسفت لهم الفكره نسفا وبشهاده العداله والتنميه، وخرجوا كل يوم كيصفقوا عليا، سميتها حكومه المشاوريه. عقلتي على هذه ولا ما عقلتيش؟ والمشاوريه شكون هما؟ هما دوك اللي كيوقفوا في المشوار السعيد في القصر وتيبداو يقولوا الله يبارك في عمر سيدي. قلت له لا، الملك اختار غير هذوك حسن وياخذ القرار وما يقولوا الله يبارك في عمر سيدي، بلاش كاع هو حكومه تكنوقراط. نسفت الفكره نسفا. انا ضد المقاربه الامنيه في مواجهه الاحتجاجات وفي مواجهة المحتجين وفي مواجهة الصحفيين. أنا دفعت عليك ملي كنتي في الحبس وبكيت، ودفعت عليك ملي قلتي السلك ديال سنانك كتخسر وما بغاوش يديوك للدونتيست وقلتي ظهرك كيضرك. عقلتي على هادشي كله؟ دفعت عليك مرارا وتكرارا، ودفعت على ناصر الزفزافي، وإلى يومنا هذا كندافع عليه وتنطلب إطلاق سراح المعتقلين. أنا كنت ضد التشهير بوعشرين اللي ردوه مغتصب قبل القضاء ما يحكم. كنت ضد اعتقال سليمان الريسوني بديك الطريقه، اللي الموقع ديال اللي الموقع ديال البوليس كان واقف قبل ما يجيو البوليس، واللي ما بغاوش يجيبوا العساس ديال العماره يشهد. انا كنت ضد الطريقه باش تعتقل عمر الراضي، اللي جات البنت عنده لاكاز ديال الدار ديال علي عمار وفاطمه الزهراء مراته. انا كنت ضد التعريه اللي عراو محمد زيان في شوف تيفي، وقلت كيفاش ما يتحاسبوش شوف تيفي اللي عراوه بديك الطريقه وتحبس فقط لانه هضر على البنيه السريه. يهضر تيشبع، ما شهر باعراض، ما قصف عباد الله، ما دار حتى شي حاجه، يناقش بنيه الدوله من حقه. وانا كنت ديما ضد مجموعات الشرعي في هذا الشيء. نعطيني سؤال. مرحبا. هذا الشيء اللي قلتي مهم بزاف. مرحبا. واخا هاد الشعارات اللي طرف عاد دابا في طنجة وفي كذا ضد بعض الزملاء، واللي حنا تحفظنا على ديك الشعارات طبعا كما انت تفضلتي وما عجبكش الحال، ولكن هذه فكره مهمه. هاد السيده اللي كتقولي شامه درشول، انا ما غاديش ندخل، انا غادي هي تاين حق الرد ديالها مكفول، من بعد تجاوبك ولا تدعي داكشي شغلها، انا ما غاديش نوب عليها. يا ربي تعيني. لا متاكد انها ما تربحكش هاد القضاء. عندي سؤال، عندي سؤال. لا ماشي في هاد القضاء، في انسانه مظلومه هي، راه عندها خوها في القصر. لا 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 غير نقطة، هي عندها خوها في القصر. لا 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 خو عباها عما خالها، عندها خوها في القصر، شكون كيحميها؟ ما كيهمناش. شكون ملي تعرضت ليا انا شكون حماها؟ وانت دابا اللي كتقولي لي بغيتي شكون كيحميك دابا؟ انا ما عنديش خويا، يا ربي انا واش ما عنديش خويا في القصر؟ ما عنديش خويا في القصر دافع عليا. استاذ حنا ما عارفينش، لا تصوري عقلك. انا عارفه، انا عارفه، انا عارفه. شوف انا راه صحفي مهني، راه كنحترم، انا عارفه صحابي كنخافو من شي واحد، انا عارفه الاخلاق ديالنا، انا عارفه السي حميد. واخا لا ميس، الله يجازيك بخير، الله يجازيك. يلا كملي السؤال. سؤال مهم، حسيتي دابا راه تسلطي الضوء على نقطه جوهريه، شوفي شنو جبتي، هل اللي تعرى، هل اللي في المحاكمه. اذا هذا التشهير وهذا المس باعراض الناس اللي كان امام اعين السلطات والنقابه ديال الصحافه
كانت معاهم. لا واحد فكره مهمه عن النقابه بحيث البعض يقدر يفهم. انا ماشي كهرباء، ولكن عبد الله البقاري اعرفه شخص محترم، والله اللي يعطيني شي حاجه يزيدها فيه، ولكن احترمه وكنعرف. ولكن النقابه فيها اشخاص، فيها ضغوطات، وكاين احزاب سياسيه، وكاين حيت كاين مثلا ملي كيتقاس مؤخرا شفنا النقابه ضامنت مع مع مع, مع الشرعي ومع ومع, ومع الرمضاني، وهذا واجبها برافو. ولكن هذا الشيء اللي تفضلتوا به كيتعرى انسان في موقع عريان لا تتحدث النقابه، وفي الصحافه كيتنشر النقابه ما سكتش. شو الفرق بين كرامه الشرعي وكرامه هذاك الشخص؟ واخا نختلفوا مع الشرعي ولا مع الزيان، خاص تكون المبدا. انا بغيت تسلطي الضوء على هذه النقطه، علاش سكتنا كنقابه وعلاش سكتنا احنا كصحفيين وكمجتمع على المس نعريو فلان ونقول بو عشرين قال لك تقطع راسه، قال لك راسه يتقطع ولعبوا به الكره ولا ما عرف شنو، وانت واحد ما هضر. علاش بالضبط دابا هذا الشيء؟ كيفاش كتفسري هذا الشيء؟ لان ماشي نجي نقولوا شامه شامه، لا شامه هي اللي دارت هذه الفتنه. لا سمحي لي، هذه الفكره خصني نوضحها لك، مهمه. هي اللي دارت شامه؟ لا، والشامه هي اللي عرات زيان؟ لا، ما علاقه زيان، لا علاقه زيان. خصنا نديروها دائما. هذه هي جات ودارت واحد الضربه ديال الموساد في المغرب، كترمي بيضره الخلاف وسط. خلينا الله يعطيك السر، غير ملي تعطيني السؤال نجاوب، ومن بعد تختلف معايا وغوت ودير اللي بغيتي، ولكن خص المغاربه يسمعوا الاجوبه ديالي. جات رمات بيضره ديال ان ذاك الصراع اللي وقع بين فلسطين واسرائيل يتحول بيناتنا حنا المغاربه، ولاو الناس خارجين هازين شعار ضد الشرعي وضد الرمضاني. انا ضد الشرعي وضد الرمضاني 180 درجه، عمري ما اتفقت معاهم في شي فكره. الشرعي والرمضاني عمرهم شهروا بيا، عمرهم ما شهروا بيا. اللي تيشهر هو قلتي لي ما جبتيش اسماء، شهروا شفتي، ولكن شهروا بخرين. عمرهم ما شهروا مجموعه ديال الشرعي الاحداث المغربيه. الشرعيه تبرع من الاحداث المغربيه. ما نقولش ما شهروا عباد الله، انا ما نهضرش على رمضاني. رمضاني لا نهضر على الشرعي، لا نهضر على السيح والشرعي. لا هو الاحداث المغربيه هو تبرع من الاحداث المغربيه. انا شهروا بيا الاحداث المغربيه. انا هذاك تقرير ملي درت واحد، لا لا غير تسلط ليا. لا راه قلتي ما قلتي عمرهم شهر. لا المجموعه الشرعي، علاش انايا باقا اون كونتاكت مع الرمضاني؟ ما كنا قاطعتو من زمان. الشرعي انا المجموعه ديال شو سميتها جريده الاحداث المغربيه، نهار خرجت وهضرت على هذا الموضوع، ما عرفتش واش شفتي ولا ما شفتيش، وهضرت على الصحافه في المغرب، وقلت لهم صحافه التشهير وصحافه البوليس وصحافه الاجهزه. عرفتي شنو خرج كتب دا فقير؟ قال لي ما لقيتيش انت شي جهاز اللي يسكتك بالإيحاءات الجنسية. تسمي غير نسمي أنا جاية باش نسمي، وباش جاية باش نخطر راحتي عندك السي حامد. زملائنا عاوتاني غنسمى أنا. يا سامي شنو نقول عليا هاد الهضرة ونسكت؟ لا ماشي سكت. وما تنعيط للشرعي وتنصيفط له ميساج، واخا أنا ما كنتش كنهضر معاه من أيام تحرك الريف، لأن هو كان ضد أنني ضد ماشي غير هو، عداد من الناس عيطوا لي هذيك الساعات وقال لك ما تدافعيش على ناصر الشزافي. عداد ديال الناس، وكان الشرعي واحد منهم. علاش؟ فكره وحده كانت عندهم ان داكشي كبر مني وكبر من ناصر الزافي، وداخلين فيه مافيات ديال المخدرات، وداخلين فيه الناس ديال هولندا، وانا ما غنعرفش فيه. ملي مشيتي رحيلك تما بدا الاعتداء عليك؟ لا ماشي تما بدا الاعتداء، تما انا قطعت من ناحيه ما عمري عاود تدست في دوزام ولا في ميدي ان تي في، ولا عمر شي حد عاود عيط لي شي ندوى، ولكن ما تمش التشهير بيا. تم التشهير بيا ملي تلاقيت هذيك السيده الشرعي. انا ما عاودتش هضرت معاه، وما عاودتش هضرت مع عدد ديال الناس من حرك الريف ملي انت تشديتي، ولكن عمرهم ما شهروا بيا. ملي تيشهروا بيا الاحداث المغربيه وكنصيفط ليه ميساج تنقول له الله يرحم باك شد عليا هذوك الصحفيين ولا غنخرج في فيديو، يتبرأوا منهم. تيقول لك انا عندي الراس المال ديالي في الاحداث المغربيه، ولكن ما كنتحكمش في الخط التحريري، ويمكنليش نعيط للغزي ونقول له كتب لي. نفس الهضره كيقول لي انا هذه هضرته دائما هو. ولكن هو في لوبسيرفاتور دو ماروك ولا في ميد راديو ولا في كيفاش عند الرمضاني، عمر شي حد ما شهر بيا. داك الشيء علاش بقيت علاقه طيبه مع الرمضاني مع اختلافي معهم. ولكن خاف كاع تكوني ظالمه شابه تكون ماشي هي اللي ورا هذا الشيء. على سؤال انا خليني نسول كيما نخاف على شي واحد يكون لعب. انا ما جاياش تنعطي افتراضات ولا تنتهم، انا جايه تنعطيك الحقائق. علاش نقول لك كاس نقول لك كيما كطلب مني؟ انا ما تنعطيش افتراضات. عندك على سؤال. انا ما تنعطيش افتراضات وما تتخليش نكمل الافكار. انا كملتي ماشي عاكس. والله اسيدي ما كملت. لا سيتي كملتي وقلتي وصلتي. على سؤال. لا مازال ما كملتش. اي سؤال قولي اللي بغيتي. واش ما كتخافش على سؤال اختي؟ مرحبا انا تنتسنت لك. شوف سؤال بسيط جدا، دابا خليك دابا شيماء جات لهاد القناه هادي ودارت مجموعه من التصريحات، بغض النظر هي انا شخصا وهادشي اللي تفضلتو به هذا النقاش، ولكن لا هذا هو النقاش. لا واخا هذاك النقاشات اللي دارت هي شيماء عندنا كان عندها اثر كبير في الشارع وفي القنوات، وراه شي تفاعل كبير معاه. واش دابا كاين اللي غايشوف؟ ماشي كنقول لك انت ماشي. لا لا ما تقول ليش، لا يعطيك السرعه فيك شي سؤال. ما غاديش نسمح ليا
جات دوزت فكره وحده وانا غادي نسفها لك دابا. لا غير خليني نكمل. وجه الله لا ما تعطيني نقول لك هذه الفكره هذه. جات دوز فكره واحده مصيفطينها دوزها من اسرائيل. هي ان كاينه واحد المجموعه ديال اليهود الصهاينه هنا في المغرب ضد اماره المؤمنين وضد الملكيه وباغيين يشتتوا المغرب. واحد من هذوك الصهاينه هما هو الشرعي. وجه الله كاين شي صهاينه في المغرب تيهددوا اماره المؤمنين وكيهددوا الملك محمد السادس. نسولك انا ما نسولك ما مجاوبتش. هو دابا الشرعي تيقول كلنا انا غنشرح لك وعايصيفطوا انا غادي نشرح لك مزيان اللي جبنا هذه النقطه هذه ممتازه. دابا الملك السلطه اللي كيخول ليه الدستور رئيس الجيش وامير المؤمنين وانا غنهضر لك عليه كشخص بالبزنس ديالو بليزاليه ديالو حلفائه داخل المغرب غير تصنت ليا هذه الفكره سي حميد. حلفائه داخل المغرب وخارجه الملك محمد السادس هذاك الرجل اللي النفس ديالو هنا وما تيبغي يحضر شي مؤتمر دولي تيكون هو وسط من في الصف الاول وسط من قاده الدول واذا كانت شي تظاهره خص المغرب اللي ينظمها ويجي هو بالعز ديالو بالنخوه ديالو يدخل. الملك محمد السادس اللي عنده خوتو كيحميو العرش وكيحميو اماره المؤمنين وكنهضروش فقط على الشخص محمد السادس ولا اخوه الامير ولا رشيد ولا لا مريم ولا لا اسماء ولا لا حسنه ولا بزنس ديالهم وحلفائهم والقوه والنفوذ اللي عندهم داخل المغرب وخارجه ولاد عمو ولاد خالته والله سنكمل والعائله العلويه كلها بنفوذها بدواوينهم بفلوسهم والديوان الملكي بمستشاريه فؤاد علي الهمه بالماجدي بالطيب الفاسي الفهري بالزناقي باندري ازولاي بالمؤسسات اللي كتحميه الجيش والبوليس والسيمي والدارك ولاجاد المخابرات الداخليه والخارجيه والسانكيان بيرو والحلفاء ديالو ولا بزنس مان اللي مدورين به كيهددوا شكون هو الشرعي. كيفاش هاد المخزن كله هاد الهيلمان ديال النظام الملكي المغربي كيهددوا شكون الشرعي؟ هو اسرائيل كتقولها هذاك محاوله زرع الضعف. ودابا نشوف ودابا خليني نكمل الفكره الله يرحمك. لا ما تغوتيش حيت عرفتي. لا ما تغوتيش عليا. لا الصحافه ولا مازال ما كملتش الفكره. ولا اسرائيل صيفطت الشامه معلوم. ايوا ايوا كنديروا في محاوله زرع فكره. ايوا الشرعي معامل الشرعي مع المخزن ماشي كلنا اسرائيليون هما اللي تيحركوه تيقولوا قول كلنا اسرائيليون. انا غادي نشرح لك المخزن اخطبوط. كان هو كيقولوا له قول كلنا اسرائيليون. المخزن اخطبوط وعنده يده مع كل الجهات عنده شعرة معاوية مع كل الدول عنده الناس اللي خدامين ليه في اسرائيل وهو الشرعي. علام اللي خرجوا للتسريبات ديال كريس كولمان في 2014 عقلتي عليهم السي حميد؟ هذاك الموقع ديال تويتر اللي خرج اللي سميتو كريس كولمان وبيراتا كاع لي كونت ديال لي زيميل ديال لاجاد ومنهم ديال مبارك بوعيده وديال عبد الملك العلوي وديال مولاي احمد الشرعي وتكتشف انهم كلهم خدامين مع لاجاد وان الشرعي. عرفتي داكشي صحيح؟ ها وراه السي علي عمار هو اللي لا كنسول انا تنشرح حيت كيقول لك هذاك الشيء في فرنسا. لا صحيح فرنسا لعبت واحد اللعبه. لا صحيح لا صحيح تبيراطاو والسي علي عمار تكلف اذا رمضاني خدام مع لاجيد خدام مع الشرعي والشرعي خدام مع لاجيد خدام مع لاجيد ديال المخزن الشرعي. وانا نقول لك واحد الحاجه والسي علي عمار خرج دار الاثنتيفيكيشن ديال لي زيميل انهم بصح هذوك لي زيميل ديال ياهو والسي علي المرابط خرج هضر على المتن ديال لي زيميل. ماذا اكتشفنا؟ ان الشرعي لا يتحرك الا باذن المخزن. عرفتي اش كيكتب لهم في الايميل؟ انا غادي الميريكان قطعوا لي البي انا جالس في سوفيتال في اسرائيل غيزيرفيو ليا انا غدا غنطلق كوشنر شنو سميتو جاريد كوشنر في القهوه الفلان فلانيه عطيوني باش نخلص القهوه كلشي كتخلصوا الدوله. هو شعرات معاويه بينهم وبين اسرائيل نهار اللي بغاو يقطعوا العلاقات هو غيقطع النفس بحالو بحال العدل والاحسان. العدل والاحسان ما غنقولكش خدامين بطريقه مباشره ولكن خدامين مع المخزن وانا غنعطيك الدليل. شكون اللي ما خدمش مع المخزن؟ العدل والاحسان. انت جايب وحدك. هو العدل والاحسان ماشي مع المخزن الاخر ماشي مع المخزن كيما دابا العدل انا قلت لك معاه. مع المخزن معلوم
ونقول لك شكون قالتها؟ بنت الشيخ ياسين اللي كانت باغا تدفن امها الله يرحمها وما خلاوهاش تدفنها حدا باها. شنو قالت؟ قال له واش بغيتي دير لنا هنا مزار تدفني امك حدا باك وديروا لنا القبه وتبداو تجي الزور وهي توقف في المقبره كتغوتوا الفيديو كاين في يوتيوب ونجبدوا لك. وقالت لهم حنا اللي عاوناكم في 20 فبراير وعيطتوا لينا قلتوا لنا دخلوا صفوا الشارع ودخلنا بحالاتنا وخلينا لكم غير الشراكي الموحد اللي خارج. تيخدموا نشرح لك خرج بلاتي هذا هو المشكل القراءات خرجوا دخلوا هضروا اذا راه حنا دابا غير نكمل الفكره لا كدوزي لا كدوزي اساءات خطيره وكتشوزات بالعكس راه جماعه ممانعه لا بالعكس خلينا الاستاذ لا بالعكس واش انا عرفتي جبتي دابا انت العدل العدل الاحسان ما كاينش لا ما كاينش جماعه معارضه داكشي اللي راه قالوا له البيضاء ما قالوش خرجت هذه الحلقه ديال على حوار مع علاش علاش خصنا نضربوا اخويا بيناتنا في المغرب علاش خصنا يكون هذا ما يسواش علاش هذا خصو يكون ما يسواش هو انت اللي عندك حساب كونيكتي وانا نقول لك واحد الحاجه وكون خلي واش نشدوا هذا السيت وسدوا خصنا اختبوط وكل شيء كل تيخلي كل شيء ماشي بالضرا غير خلينا نكمل لا بالعكس لا بالعكس لا بالعكس هذا نقاش خطير اخطبوط المخزن اخطبوط يديه في كل الاتجاهات الى تضربات اسرائيل وتقتلوا المدنيين في اسرائيل كيخرج الشاعي كيتضامن معاهم ملي تضربات غزه عطاو لوطوريزاسيون للعدل والاحسان خرجوا قالوا كلنا حماس المخزن خصو يخلي بلاصتو مع الجميع وما يخسر بلاصتو مع حتى شي جهه وما حتى شي نظام وخدمهم كلشي كيخدم مصلحه المخزن ما تقول ليش انا الشرعي خدام مع اسرائيل الشرعي خدام مع المخزن في اسرائيل باوامر المخزن طبعا هو عنده هامش الحريه يقدر يكون بلاتي طبعا هو عنده هامش الحريه يقدر يكون صدمهم داك ما قال كلنا اسرائيل ولكن كيخدم في الموبع ديالو دابا هادشي جبتي الاخ ديال ديك يعني الصدق. يعني باش انت يعني انت باش تجي وتضربي المخزن في المخزن وتخلي محاولات بلاتي غير هادشي دابا جاي راه دوزي اللي بغيتي وانا نبقى بحال شي قرعه كوكا اعوذ بالله ولا الاستاذه ميساء ودابا دوزتي ميساجات ديالك خا نسول اعوذ بالله دابا انت مشي معاه واخا ما بغاش يجبد هادشي ولكن يجبد شي سميه نهضروا كلشي هذيك السيده قلتي خوها في القصر وسمعني الله يرضي عليك راجل خدام في الداخلية انا ما تنعرفهاش مجوجة اه خلينا اختي الله وانا كنعرفها مجوجة انا كنعرفها وخلينا الله يرضي عليك نسولك سؤال لا ولكن هضر معايا حدير انا وياك ماشي في صراع انا ماشي في صراع لا 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 انا ماشي في صراع انت كتسولني لا الصحفي كيدافع عاوتاني شوف انا مخليتك محاور وحاول عاوتاني كاين حوايج ديال بلاد خاصها تحافظوا عليها ما خلوش لا نحافظوا عليها انا العدل انا كنغضب انا مع بلادي وضد اللي صرع بيد درت الفتنه وسط المغاربه اي اسمعني اسمعك دابا راجلها خدام في القصر وخوها في القصر وراجلها في الداخلية واش كتعتقدي انت شي وحده خوها في القصر وراجلها في الداخلية غتخدم اجندة اسرائيلية ودير فتنة وسط البلاد هذا سؤال هل يعقل اللي خوها في القصر وراجلها في الداخلية اش كانت كدير في اسرائيل وكتدير الوفود لتما علاش جات بغات تدين وخلاو دابا الزول انت ما غتخلينيش نجاوب وانت دير المحامي لا سؤال سميتها ريتوريك ريتوريك كويستشن ما خصكش تجاوب على هذا السؤال هذا المشاهدين هما اللي غيجاوبوا عليه هل يعقل اللي عندها راجلها في العرس وخوها مول الدجاج مول الباش اش كانت كدير في اسرائيل شكون خوها مول الباش انا باش خوها راجلها مول الباش تيضحكوا زعما مول العمه تيجي والو في العرس كيقول لك علاش داخل العرس يقول لي خليني نهضر الله يعطيك الصحه نجاوبك على السؤال بطريقتي اش كانت كدير في اسرائيل وعلاش كانت كتدي الوفود وعلاش كانت كتخلص بالشيكل وعلاش جات بغات تديني ملي ما بغيتش نمشي معاها 5 سنين وهي كتضرب فيا تمارس القتل المعنوي اللي مدربينها عليه والتشهير وكيف ما كتبات نواغ سوغ بلون في البروفيل ديالها اجي وطير الابابيل ندوز ندربكم على اعلام التضليل وعلى البروباغندا شكون كدير بفلوس الامارات علاش بداتهم بلا ما تادي حتى شي ريال للدوله من الضريبه كيفاش حتى خدات لا كومونيكاسيون ديال ديفيد غوفرن وانت عارفاه كيضرب في امارات المؤمنين وما خصناش نتبعو علاش في الاخر قلتي انت ضد غير تطبيع البزنس وانت ماشي وانت مع التطبيع العسكري والامني علاش سميتك تشاكو في اسرائيل علاش ملي ما بغيتش نمشي معاك خرجتي ليا فلان وفلان وفلان يتهموني بداك الشيء اللي فيك حيت انا امراه مستقله وشريفه وعفيفه السمعه ديالي كتلمع عند رجال الدوله وعند الصحفيين وعند حتى السياسيين اللي كنتقدهم اشد الانتقاد السمعه ديالي كتلمع علاش شوهتي ليا السمعه ديالي تضغط ومشيت بحالي هاد البلاد الله يخليك السي حميد المهداوي انا مع اختلاف الراي انا ضد التشهير الا بغى شنو سميتو الشرع يخرج كلنا اسرائيل يقولها ونتقدوه ونقول له الله يرحم باك كلنا فلسطين
وانا خرج الرمضاني اللي ما عطيتوهش يمكن حتى انا راه عيطت لرمضاني هضرت معاه قلت له غادي ندوز عندك ولا غندوز عند السي حميد المهداوي ولا غنخرج ندير فيديو بوحدي وحده في الجوج هذه قلتها لك انت هو قلت له ندوز عندك وقال لي مرحبا والف مرحبا قلت له شنو هذا الشيء اللي واقع علاش ما خرجتيش تدافع على راسك واش انت كلنا اسرائيل قال لي انا كنختلف مع الشرعي في هذاك المقال اللي كتب قال لي انا كنشوف الفلسطينيين كيموتوا بالزنب بحالي بحال كاع الناس قلت له علاش ما خرجتيش تقولها قال لي ما نعطيش للجمهور داك الشيء اللي بغى لا قلت له حيت غادي يجاوبك في هذا الشيء شوف اقسم بالله العلي العظيم الا كيحترمك وكيقدرك وخليني نهضر خلي داك الشيء بيني وبينك ما غادي ندخل بخط ابيض لا لا ما تدخلش غادي نقول لك جوج كلمات وغنحبس واعطيني حريه التعبير ما تكونش ديكتاتوري خلينا الموضوع ديالك جوج كلمات والله هذا الموضوع الموضوع هو اللي بغى يرمي قدس البدره ديال الخلاف بيننا حنا المغاربه ومشى تكل هي وشاف كل شيء ولا كيتحارف بلاص الناس ما يخرجوا في المظاهرات الله يعطيك الصبر الله يرحم لك الوالدين الا ما تخليني نقول الموضوع اللي انا جيت نقول في هذه الحلقه انا جيت نقول فكره وحده الله يعطيك السر ما خليتينيش نقولها انا الساعه وحنا كنهضروا لا الفكره ديالي هي اللي جقد في واحد البيضره ديال الشر باش المضاربه اللي كاينه بين اسرائيل وفلسطين واليوم ضاربينها احنا بيناتنا احنا المغاربه فبغات ما نتحدوا يد وحده السي بن كيران الا نبيل منيب القياديين ديال جماعه العدو الاحسان المحترمين السي ايحمان ولا شنو سميتو ايحمان الصحفيين والمدونين والمحتجين والمتظاهرين مع فلسطين الله يخليكم الصراع والعدو ديالنا واضح هو بنو صهيون اللي جالسين كيفتكوا بخوتنا في غزه والصراع ديالنا واضح هو المغرب تكون عنده سياده وانافه ونحبسوا هذا التطبيع وخلوا خوتنا المغاربه نكونوا يد وحده وما نكونوش خفاف كيف ما قال الحسن الثاني الله يرحمه واللي جارمي بيناتنا بدرا ديال اننا نوضوا نضربوا ونوضوا نتهتكوا مع بعضياتنا ونهتكوا العرض ديال بعضياتنا انا معك الوحده اي هذا اللي واللي بغى يقول شي حاجه يقول احنا عندنا مقدسات في هذه البلاد الوحده الترابيه والملكيه اللي جمعانا معقول وكل شيء قابل للنقاش طبعا امام الهتك ديال الناس في فلسطين احنا مع اهلنا في فلسطين ولكن في حماس كاين ناس عندهم عقل نقدي انا كنفهم المقاومه حماس وكنتفهمها وتنقول معاها كاين اللي ما معاهاش كاين اللي تيقول علاش كتضرب لي غير نضرب الاسرائيليين يهتكوا بالفلسطينيين واش غا حنا فاشيه واش غتقتلوا العقل النقدي عباد الله ان لم تكن معنا فانت مع الارهاب ان لم تكن مع 20 فبراير فانت مع المخزن ما تخليوش شويه ديال المنطقه الرماديه ديال الناس يفكروا ويشككوا واللي شكك وفكر تنوضوا ترفعوا عليه الشعارات وتقولوا كيلاب بنو صهيون ما فصلناش المغرب كيلاب بنو صهيون كلنا مغاربه وكلنا مع اهلنا بفلسطين واللي قال شي كلمه خارجه نقشوه ما تخونوش صهيون وسطنا كاين غير اللي كيبغي يجند عباد الله يديهم لتما هو الصهيوني حيت بغى تدي عباد الله ما عمري ما سمعت شي حد بغى يدي عباد الله لاسرائيل بالوفود والتخلص في حياتي في حياتي ما عمري سمعتها في حياتي عمري ما سمعت انا ما بغيتيش تمشي تاكل الدق وتشهر بيك وبالسمعه ديالك وبالعرض ديالك وبشرفك وبمصداقيتك قدام الغابات يدخلوا عندي الصفحه ديالي يقولوا لي ما يصاوش بصح جندك فلان فين هما الفلوس هادو ديال التجنيد شنو شفتوني درت انا من بعد 15 عام وانا كناضل ضد الفساد والحقره والظلم في بلادي درت شي فيلا درت شي طوموبيل تقولوا لي من اين لك هذا مالي مخدميني فابور كيفاش انا شفتوني في مؤتمر ديال الطم مع وهبي وخرجوا فيا العيب وهي معلقه ديفيد كوفرين وقلتوا عليها رأفك الهجان واش حنا في السنوات الخداعات واش المسيح الدجال الا جات تبعوه وحلوا عينكم المغاربه كما قال الحسن الثاني وما تكونوش خفاف وخلينا يد وحده في هذه البلاد كلنا مع فلسطين واللي خرج فينا الخط ناقشوه بالتي هي احسن لا للتخوين لا لنشر الفتنه وزعزعات بلادنا المغرب حنا خوت وانا نبغيك تصالح مع الرمضاني اقسم بالله كيحترمك وانت كتحترمو بجوجكم قلبكم بيض واللي جا زرع بينكم شي فتنه ودخل بخيط كحل والله ياخذ فيه الحق انا ما عنديش مشكل مع هذا النقاش هذا كيقول هضره وكنقول هضره لا رمضاني ولا الشرعي قسم لك بايات الرحمن انا غير ملزم نقول لك هاد الحوايج والله ما عندي معاهم مشكل انا عارف كنختلف معاهم انا تنعرف على القضيه تماما انا حقد والله ما عندي تماما كنختلف معاهم انا تنختلف معاهم وباقي كنختلف معاهم وباقي كنختلف معاهم وقال لك الله سبحانه وتعالى ولذلك خلقكم على الاختلاف هو سنة بهدوء وبالتقدير وباحترام وتنتمنى يكون عندي انا شي خويا في القصر اللي لا اللي فتح تحقيق في هادشي اللي قلت حيت انا ما يمكنش لي السمعه ديالي تضرب حيت ما بغاش نمشي لاسرائيل فقط وانتهى شكرا جزيلا انا تنشكرك السي حميد كنت ممكن ندير فيديو ديالي ونخرج بوحدي في لاباج ديالي نهضر ونبقى نغوت
ولكن بغيت نخرج عندك وان شاء الله الرحمن الرحيم الا بغى رمضان ندوز وندوز عندو ونصالح وبقى تنصالحكم واللي دخل بيناتكم شنو دير رمضان مسكين طالب معايا شو ولا طالب معايا شو بجوج لا طالب معايا شو ماشي مفهوم زعما حنا غدراوش ما بين افكار واش رمضان اش بيني وبينه لا هو لا غيره هادشي كيلزمك اللي قلتيه طبعا كامل طبعا كنتحفظ على بزاف الاشياء قلتيها طبعا عادي وهذاك الشيء كيبقى مع زعما عادي كنت كنتمنى ما يكونش المرور بهذه الطريقه كنت كنتمنى يكون نقاش في صيغه اخرى ولكن انت عاوتاني انت اللي حاسه بزاف ديال النقاط اللي كانوا مزيانين بزاف انت كتحاسه بداك الشيء اللي كيضرك من حقك انا ما يمكنش نصادر الحق ديالك انا بغيت غير الجمهور الكريم يعني هذه النقطه مهمه ما تفضلت به ميسا هو يلزمها وبغيتكم تردوا البال ولا يلزم ولا يلزم الموقع الاخت شامه درشول هي بالنسبه لي انا كحميد المهداوي يعني ردوا منها البال حقها في الرد مكفول كل شيء اللي قال تجي تجاوب طرفها مكفول وعندك وتصيفط لها السفيات اي شخص اخر يعني تمست الاسم ديالو في هذه الحلقه فمن حقه الرد بهذا متتبعات ومتتبعي القناة نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.